بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتهى بمولا لها نلس عدو ميل كسو انو غلس عدوان بوحات كسو لواتان حلقة عصوم ايو برنامج كيني تبتو توسن حلقة دينا تنها دي اي بايد موحا نقصو قادن دونا موضوع عاكو سابسا آلو بيتك. آلو بيتكو كوما يهين ايال اوران كرا آلو بيت آلو بيتكو ما انتم يجيران مسويد دبرقو اين او وقت قي نبيق عليه الصلاة والسلام ام بيكو اكاين آلو بيتك فضلقود إيوو حمركاسي كسو أروري محان كوغان كرنا خصائص إيو سفوين كقارك إليهين إيو حقوق دا إيو قفك مسلم كأوحا لقرب إنو مركاسي كولا دغمو إيو ددكو قيبها إيو قيب سمان مركا مركاسي موضوع عاسي لقاها دي آلو بيتك سؤالها سيوكو وكلا أيانو جعلها إن شاء الله تعالى حلقة دا إنتين كتشرنو إنان مركاسي آن كقاها دلو وحان إن شاء الله هاينا كسو دوينو استوديو غا تي في غا جمهوريه شيبوتي الشيخ عبد الرحيم الشافعي أو ولا تقانان إمام كنا إياه خطيب كمركزي مسكيت كوين مركزي أم السلمة الشيخ كسو دو برنامج كينا جزاك الله خير على تواجدك معنا. بارك الله فيكم وأهلا وسهلا. بارك الله فيك الشيخ شافعي. مركان وكهل لأنه موضوع عن محي هيدي آل البيت أيهن آل بيتكو سيدي بي سلسلة داسي أهاي إلى ما تسمي جران. بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نورت آدي آد بدقومها تنتهين بارتقاتك عادة واحد إن شاء الله من دروس تي علم جي وناجي خير كيس حسوس إنه سؤال هذا أخي ولي أنا قد جوابي أهل البيت أما آل البيت لبضع بواليلا كلك عد أيهين وسؤال شقيبتي دكوبات نعم قيبتها لبعدنا وحويا ضدك أهل البيت كليلا أما أهل البيت ولم يكران قيب كوبا بأهايا وهدي دوار دنتون وار دماغين مستوي كران. طيب سؤال شقيبتي دكوبات وحويا وانا سلقر أنه من هم أهل البيت؟ نعم أهل البيت كوكا الليلة وقرابة النبي عليه الصلاة والسلام قرابة النبي عليه الصلاة والسلام إيو دمركي وقبي نعم وكردنتي الصغة وقبع وزوجاتك قرابة دي زوجاتك صدى الصحة نعم قرابة نوى ريبني هاشم أدي لصيك القاقاضة مثلا آل علي نعم. علي بن أبي طالب يتفيرت. أولادي سي يتفيرتي سي آل جعفر أولا الكية جعفر بن أبي طالب وحكى له صوغ لي آل عقيل وعلي أولا الكية وحكى صوغ لي آل العباس وعلي أديركية ينبي أن أديركية عليه الصلاة والسلام انت صوغا ري بني هاشم يري بني عبد المطلب وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم لبضع قيبود يتفير تودة مسلمين تودة مؤمنين تي نعم وحاوه النبي الرومي عليه الصلاة والسلام إيه الدمر كي وقبي الدمر كي وقبي آيات القرآن وحاوه يعني أي ساعة أطل ما مسكرك إلهي سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وكو إلهي سودي وحاوه ختمي وكو كشيكيني إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ونمان دون إن شاء الله آيات القرآن مسونا جوجا أيضا وناجا كجرة هي كرامة كجرة تياه إن إلهي سبحانه وتعالى شركي هي قال لماذا إيو حمانتي إيو وحي أوردن إلهي وكالطاهريي ونكن ذي فيي كلكو إلهي ليه وحويا وحكاه لسي دمرك النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم وحالي أيضا ونهدي أهان لهيد أتكى لمي سوق الشين لكن إن ظاهر أنت شركة لقى الداهري هي حمانة لقى الداهري طبعا هو كل يقولي حمانة لقى الداهري كمردنا دم بكمردعه أمي وناجو قبطة خير قبطة لكن هو لوا بشر وبني آدم ويانو سيد بني آدم كوحوقف وقعد عكر وقعد عكر معصومين معه لكن وحلو جداون وح وحوي قفك حماية أما دلعين وسوجيدي عيب وسوجيدي فول حمو وسوجيدي وحى إلهي وكطهري سبحانه وتعالى قولك آيات سوى دمرك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه لكن إنا يصوغ لي عن قرابة النبي أحاديث باطل مانتي ومسلمات النبي صلى الله عليه وسلم بأمال
xaafadeedu joogay tiri oo maalintii uu la joogay kolkaabuu nabigu calayhi salaatu wasalaam cali baa soo galay go intuu qaataybu cali hoosgeliyey go-i kolkaabuu faatimo hoosgeliyey kolkaabuu xasan iyo xuseen go-i wada huwiyey kolkuu go-i wada huwiyey nabi sal slam ui ilaah allahuma ilaahayow ina haulaai ahla beyti kuwaas qaraabadeed ahlbeytkeygii oo ugu duceeyey nabi sal slam inuu ilaahay xumaantii iyo balaayadii waxoo dhan ilaahay ka qaado subxaana watacaala kolkaa umu salama inay soo gashay doonaysay kolkaa buu ka yidhi musalamahay makaanaki anti calaa khayr halkaaga iska joogado wanaag iyo khayr baad ku sugan tahay kolkaa xadiidka xadiidulkisaab baa loo yaqaanaa xadiidkii go-a ayaa loo yaqaanaa xadiidkaabay kusoo galeen iyo xadiid kaloo tilmaamaysa dabcan karaamada ilaahay uu siiyey qaraabada nabiga sal alla ly slam kolkaa waa kolka lasoo koobo hadalka ahlulbeytku waa ayo sida saxda waxa weeyaan raggii reer bani haashim ee mu'miniinta muslimiinta qaraabada nabiga calayhi isalatu wasalaam iyo waxa weeyaan dumarkii nebigu qabay uu ka dhintay isagoo qaba isagoo qaba kolkaa kuwa ayaa la yidhaah dilis weydiiyo ayib su-aasha labaadi waxa weeyaan may jiraan ha dhuriyadoodu way jirtaa dhuriyadoodu way jirtaa bal alimaam asancaani raxmat ullah caleyh maxamed ibn amiir asancaani oo culummadii ahaa subusalaam ee qariiban ilaa 300 sano in ka badan uu dhinsan yahay waxaa culummadii sanca lagu yaqaanay yaman lagu yaqaanay waxaa risaalo uu leeyahay oo mawduuca ka hadlaya waxa uu yihi dhul islaam uu joogo ay ka maqan yihiin reerkaasi ma jirto dhul kastoo muslimiin ay joogaan kama maqna way faafeen wayna tarmeen walidaalika cali oo keliya maahin dhuriyadiis dhuriyadii ugu horreysay dabcan dadku cali iyo faatimo ridwaan ullaahi calayhim oo iyagu ahlulbeytkii darajada ugu sareysa ah waxay moodaan labada maadeer bayna ahaayeen wayna isguursadeen awlaad ahlulbeyda waxay dhaleen xasan iyo xuseen baa la moodaa taasna waa khalad waa labadii ugu caansanaa kuwa kale iska jir laba wiil weeyaan dabcan mataanana maahan dadku mataanay moodaan dad badan ba jiro markay mataano u dhashaan xasan iyo xuseen usaanaorta waa laba magac aad u fiicano waa laba magac iskuna dhow oo haddii mataana loo bixiyo way fiicantahay way fiicantahay laakiin fikradda khalada inay mataano ahaayeen laakiin mataana ay ku qurx badan tahay mataana xasan iyo xuseen way ku qurxbadan tahay kolkaa xasan baa curadkii faatima ah ridwaanullaahi calayha oo waxa weeyaan beder kadib ayuu cali guursaday bederna sanadkii labaad bay dhacday hijriyadii okay sanadkii labaad ahayd kolkaa xasan wuxuu dhashay sanad kadib sanadkii saddexaad buu dhashay hijrada kolkaa uurkii labaad ee qaaday faatimo xuseen buu ahaa laba gabdhood oo kalena way dhashay waxay dhashay umu kulthuum iyo zeynab labada gabdhood magaca u bixisay waa magacii walaalaheed gabdhihii la dhashay nabigu dhalay calayhi salaatu wasalaam jacayl ay walaalaheed jeclayd darteed ayay magacdii walidaalika sa loo kala saaro waxaa la yidhahdaa umu kulthuum asuqra iyo zeynab asuqra baa la yidhahdaa sa laysugu khaldin zeynab alkubra waa tii nabiga uu dhalay calayhi sala salaam faatimana la dhalatay umu kulthuumna waa tii nabiga dhalay kolkaasaa loo kala saaro labada umu kulthuum iyo labada zeynab ayaa kuwii ay faatima dhashay ridwaan ullaahi calayha zeynabtii weyneyd iyo zeynabtii yareyd iyo zeynabtii yareyd laakiin sayiduna cali ridwaan ullaahi calayh faatima kolkay dhimatay wuu guursaday dumar badan buu guursaday awlaad badanna u dhalay awlaad badanna u dhalay kolkaa rag badanna u dhalay laakiin raggaasi caan maahan oo de qofka dee kutubta iyo taariikhda akhriya unbaa la kulmaya laakiin bulshada islaamka caan kuma ah bulshada islaamka waxaa caan baxay xasan iyo xuseen xasan iyo xuseenna nasiibka weynay yeesheen nebigay soo gaadhay calayhi salaam oo nabiga arkay nabiga arkay si gaarna u imandoona si gaarna u jeclaa laakiin ragga kale ragga kale may dhaleen kolka ta kale xasan iyo xuseen karaamada kale ilaahay siiyey waa gabadhi waa ciyaalkii faatimo waa nabiga sal alla slam gabadhiisii ayaa dhashay lidaalika waxaa cajiiba waxay qofka nasabkiisu iyo tafiirtaadu waa inamadaadu waxay dhaleen gabdhahaga maahan carabtu
dumarka waxyaalaha uu jiray waxa kamida halka magac ilaa dad kibir badan bay ahaayeen oo jahiliyadii faan ba jiray oo laandheere iyo waxyaalahan ba jiray oo ka innamada waa lagu faani jiro waa ka oran jireen banuuna banu abnaayna wa banatuna banu rijaal alaba'id wa jiri oo meel dheer yani ha gabdha heegan dhalayna waxa weyn ciyaalkay dhaw banu banatina banu rijaal alaba'id gabdha heegu ciyaalkay dhaleen ragshi shaya aya qol kale noqonayaan baan qol kale noqonayaan ilaa gabadhii wiilkii ay gurisatay ayuu bi ciyaalku raacayaan ka silsiladii maaragtay ya waxaanaya nasabkaaga iyo magacaaga ba go'ay ku leeyahay kokan ku gabdho badan haduu dhalo oo adduunyada hadda dhaqankeena waa dartaa dadkeenii hore Soomaalida waxay fadhili jireen rag iyagu wax gaar ka eegaya maayo dumarku ay ku furi jireen kishay mushkil aad ay ku furi jireen oo waxa sheekooyinka xataan maqalay waalidadan ka dhigay ka maqalay inay haweenay lagu yiri oo ka todoba dhashay oo keri ka sideedad haddii gabadh noqoto ku furi doona oo waxa weeyaan Ilaahay bariis Ilaahay yar waan taasna waan mangaabnimo waan duqonimo waan waxay tilmaamaysaa ilaan hadii lagu qabsan lahaa maxaad gabadha u dhashay cid la qabsan lahaa waa ninka ha ilaan biisa wax laga baray waan adir biyaaga ninka soo dhig adun biyaaga ninka soo dhigo ilaan way waa beer iyadoo ku beereysaa ha maashay ku biqli weeyaan ha biyaaga asaasay tii biyaaga adir ninka soo dhigo ha maashay dhax dhigo waati ay fahamtay gabadh oo jahiliyad oo maarig maali abi xamza talay atina wate wuxuu abu xamza oo daba mar badde dumarka islaantii siiba de marba ay dum hablo u dhashay markaas uu deeto meel hab iska maray maali abi xamza talay ati marka uu dumay ficirka waxa kamid aha de wixii aad noo dhibatiin oo baranow oo baanagu keenna waka ka ana iyaduna garanayna igis igis iyo igis waydan ay garanayna ay bil fitra yani ha kolka nabiis walidalik waxan u jeedada halkan u keenna waxa ay karaamada albeedka ilaahay si sax nabiga sallallahu alayhi wasallam sawad uu sunnahay ilaahay wiil umadeen waxa weeyaan qasim iyo abdullah labada wiil intu nabi ilaahay noqon sax intu nabi noqon badintaan ha idda islaamnimada soo gaadhay isagoo nabi ay ciyaalkiisa ay arkaan waa afartii gabdhood afartaa gabdhood oo zainab waxa weeyaan ruqiya ummu kulthum afarta fatima oo yar afarta gabdhood ayaa islaamnimadeena soo gaaray nabinimadeena soo gaaray uguna fadli badnaa afartana waxa u fadli badan Fatima Fatima waadii kinigu si gaar ah shigi doona Fatima u fadli badan kulka afarta gabdhood waxa ajeeb ahayd Zainab umama dhashay umama Atiba Abil Aas u dhashay umama waa gabadh wa hatta nabi sallallahu alayhi wasallam soo gaaray nabi kaleey salaam umama soo gaaray una qaaday oo ki salaada qaadi jiray ku kacana dhigay wax ajeeb oo dadku kacana qaadi ma ku fadhiisay soo lagu qabsan maanta dadka jahiliimada dadku xadiisti sunnaha nabiga ka tagaan umama isagoo xambaarsan dadka tujiyay nabi kaleey salaam kolku rukuuc ayaan uu iska dhigay kolku saraw ka ayaan dib u qaadan jiray waxa weeyaan ruqiya ridwanullahi alayha wa akiyum kulthum labadaba waxa guursaday Uthman ha awlad way ka dhinteen awlad way ka dhinteen Zainab umama soo hadhay umama kaliye cid waxa weeyaan ilaahay awlad u reebay Fatima had Fatima labuwi Hassan iyo Hussein baa hadhay wadaalka Hassan iyo Hussein baa tarmay khaasatan Hassan waxa la yiraahdaa yani soo shaqo Hassan baa kana yani gurbadna miswaajin mitlaqan ila hada sawtu waxa ay guur ku ciyaaray ma aheyn dadku amaan ka waayay dadka doonayay nabiga inay gacal la noqdaan xid ha meel uu degay ma jirto reer uu dhax degay ilaa gabadh bisiinay wakas waxa uu run jiray war nabiga duriyad nooga reeba ayaa loo jiray laana Hassan iyo Hussein arintoodu waa arin khatar ah meel weyn waa ciyaalkii nabiga safaad maan kuka waxa la yiraahdaa nasab halka gabadhaada ka soo galaya oo loo tiriyo nin waa gabadhiisi ciyaalkii dhashana isaga loo tiriyo nabiga jirbis alayhi salaam kuka awlaadu rasuul baa la yiraahdaa duriyadi nabiga la yiraahdaa dadku ma fikiraan nabiga duriyad ma lahayn ilmuhu ma harin baan u jeedaa waan garsi labadii aan wiil sheegnay weer ka dhintaan waan xikmad ilaahay ba heedo waa arki doontaa Hassan iyo Hussein baa lagu fidnoobay jacaylkoogii ayaa dadii meel xun ay la galeen ka waran haduu qof nabigu u dhalay la soo gaari lahaa ka waran weynaan lahaa waxa dhici kartaa in halkaasii yaan dhibaato ka imaan lahayd dhibaato weyn baa ka imaan lahaa ka xaka aaminaadii caqiyada dadka
وأنا حريص إلهي بهذا كوك إلهي قبلي هذانا إلهي وحكو شرفي النبي صلى الله عليه وسلم دريدي شيء إن قبلي قبلي سي فاطمة إلهي أمري وفاطمة واحد أشي نبي قال له تري وهي الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وحور أنجري ولدي أي أنجري هي ابني أنجري ابناي أنجري وكا نبني هذا السيد في المري كوك هذا كرامة وإلهي قلي قال وكا دريد حسن isaga u tafir badna sababtana uu guur badnaana isagu nin guurka aad u dab ordey ma ahayn waa lagu karaaminaya dadka doonaya inay nabiga xidid la noqdaan walidaalku waxa ajeeb ahayd haweenadii loo oran jiray caatika bintu zayd umar al-khattab inadirti caatika waxa yaab ahayd door nin ba guursaday door nin ayaa guursaday oo waxa kamid ragii guursaday abdullah ibn abubakar ba kamid ah oo ka dhiman doona uu shahiiday nin labaad ba guursaday uu shahiiday nin saddexaad ba guursaday uu shahiiday ki afaraad wuxuu ahaa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib waa oo nabi sallallahu alayhi wasallam uu yahay Hussein ba guursaday Atika ibn Zayd waa ninkii afaraad saddexdii hore dhawayn shahiideen Hussein waa ka shahiidi doonay Karbala ku shahiidi doonay kooka bal oran jiray man arada shahadata falyatazawaj atika yani waa gowl barakeysan bal oran jiray shahiidna lagu qaataa ninka ninka guursiga u shahiidaaba kooka waxa waxa ajeeb ahayd oo hadalka u keenay gabadha waxa soo doonay Abdul Malik ibn Marwan oo boqor ah ayaa soo doonay okay atika inaan guursan raba anagu maanta gabadha hadii laga dhintay hadii la furo waxba uma aragno gabadhu haday gabadh fiican tahay hadii la guursiday iyo hadii aan la guursan waa gabadh qaaliya waa arin وذلك الزمن كيس صحابته وحن إما كل إيداع بلا علف يعني يرى قروح في أركي سدو الرجو أركين وحا كان وزينة بدن وكي زينة فافته جورك جورك ما يراني رغبتي دمر كنا يجلس هو عن يجلس رخيص كذا جاي أول قبر لما أركرين قبر دمر كلا إس أسترته أي رجع كفوا جات قالب النقطة أو مجتمعه سيانة رجو ملايين بيحنا خدم أنا ودول عربي جونو صدح مليون أفر مليون رجل لقى فريق. كل كا عاتيكا كل كون نينكي ويم عبد الملك مروان الخليفة كله جورسون عاتيكا وحي تري نبي كديب قعل مرة. خلاص وكو ختم أنا يا تري. الله أكبر. إلا إن كل حسين ابن علي وكردن تي. نعم. سقو قفا. صح. حدث وحي لي على تي. نبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وحي تري قعل بعد الرسول. مرة. مرة بق أنت صايب فلان بيتر. وحالي لا هوين دونه. haddii rag badan guursatay adduunida way ragii ka dhinteen qiyaamaha ayaa zawj u noqon keeba guursan doona jannada oo wasta saxda waxa weeyaan aakhiruhum bihi zawajan ki ugu dambeeyay ayaa zawjkeega noqon haddii jannadooda galaan gabadh midtan saddex nin ayaa soo guursatay way dhinteen keeba guursan ki ugu dambeeyay ayaa odiga noqon ilaa intooda noqdo qabayaan tartan intooda wa hadduu nasiib jannada galo haa kulka gabadhaasi fariid bay ahayd saxaabiyada si radiyallahu anha waxa naag il dheer bay ahayd aad u fikireysa danteeda aakhiro aad u qiimeynaysa awalan gacalnimadii nabi sallallahu alayhi wasallam bay aad u weynaysay sharaf weyn bay heshay laba zawjkeegu jannada wuxuu noqon doonaa Hussein ibn Ali ibn Qudwa radiyallahu anhu kafa biha sharaf kulka tafirtaasi way jirtaa magac kala duwan baa loo yaqaan Ahlul Bayt waa leeyahay Reer Bani Hashim waa leeyahay Ashraf ama Soomaalidu Sharifaan bay tiraa arabtuna waxa tiraada Ashrafta magac afraad baa jiru Saada leeyahay oo Saada leeyahay oo dhukanimka arabta kulka qofka reerka iyo tafirta ka soo jeeda kelmadda sayid baa loo raaciyaa dhulkiina ku soo gaaray xataa waan maqlaa in ka soo jabuuti ay yar tahay aqoontaas ay ku yar tahay laakiin sayid waa la yiraahdaa oo sayid hebelo waa la yiraahdaa kelmadda sayid reer xadarmudiyagu xabiib ay yiraahdaan oo xabiib fulaan xabiib hebel kelmadda xabiib ay u raaciyaan intu waxa weeyaan waa karaameen xididka iyo tafiirta ay ka soo jeedaan ayu karaameenayaan idan way jiraan lamaanta laakiin meelo loo maleeyo oo la yiraahdo urdun oo haashimiyiinta oo kale oo yaa la yiraahdaa meelahaas urdun magrib laakiin iskale kan uu jirtaa iddaaba iska badan bari hadda boo mid ka soo kul doono inuu isku yar calaamada u qaato iyo halka laakiin mid jirtaa tolo wax silsilad ay dadka haystaan horta la yiraahdo waxa jira inuu qofku wax ka dhaxlo oo silsilad ay jirto waan horta urdun
المملكة الهاشمية مجالدة أردن بقرتيدة ريال بني هاشم باليرة كل كليري المملكة الهاشمية كبرنا أردن وهاشمين باكو بدن ريال كحكومة أي هاشمينة ومغرب وأهل البيت رجع هيست ويقو حسنين حسنين كل كا ريال كالوتري سيدي إمك السعودي وكال أهل السعود بحكومة وريال كي وقبيل كي ودن كا حكومة بقرتيدة هيستي أم بام مجال هذا مقع على وبيحي لكن العراق نو يكون بدينهن أبو بدين اليمن ويكون بدينهن سوريا ويجوعان أردن ويجوعان دول كان فرصة أي دجان عجمته سودان إمك كازاخستان وكله تاجيكستان وكله وي ويدجين سببته نو حي أهيد سنوات إن شاء الله ظروف موقف كيو دباتوين بدن بره كان دقيق وح إني فجدان لكن ادعاءه إن رشاكته ما جرتها هاو جرتها وحنا وقبضن إمك نصب كأهل البيت كبن أبو طوشكت وحنا قبضن تاعي مجالا إيران ليه أي هذا صوت وحويا وحي أمسين وحي را نكن خمس لصيو العقد هذا يهنتد هذا بقول كي با شني يلا بعثن وح إسكله نكسيت كا إسكله كل كا وحبا لقونا تاسا كانتي اني دستور الى اسكو امك عراقيو ايرانيو وحي لبنانيو دولك اد با لو شيكتا لكن ضد باجرا متخصصين او علم النسبك تفيرتا ولي ريركا كتب دنبا لا قور او كتبتا انصافتا اشرافتا ليلا وحي كتبتا انصافتا سي وحبي عديسا لكن هدنا ضد باجرا يغو دولكان سو دغي لكن إمك جيسك أفريقيا، ويجوعان، سومالي جوعان، إثيوبيا جوعان، جيبوتي جوعان، غير كاسنا، غير بدن بده حد جين، كل حاجة جيسك باباي بقى، أوريري بده حد جين، كل حبابا، كل حباباي، لكن مسألة بجرت أرن إنن وقالنا شرط جينا، قفكو نص بحضور شكت والقلا ما تهاي، قلا ذا صان هاي، وإن لجهر، إلا هدي عدين ورعت. ود قرنين سيد إنه بان شاغيو تاسوا جوني لكن هدانا تقرنين قفكو نصف كوه هو يدي يأ به أي أش هجان أم بوش هجان يا عدي بنت أش هكتادن بقى قاضي نصف كانوا حلاقة قاطع هذا رضا أيو والد كأيو وكل كحر نادي إمام مالك رضوان الله عليه حولي الناس مؤتمنون على أنسابهم ضدكو نصف كوه ولا آمنة وأنا حاران إنه قفكو قرش هكتو السجن قلدي أهين وقالوا دي سحقرية وقرنة يدرتد إنه قلك على شيء كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من انتصب إلى غير أبيه فقد كفر. كفر وقتل ماوي. يعني دم بجو الدم بفول حنا. تقالوا دينك ما بحيو. لكن فعل كان يا قبيل كيس ويصي وقبيل كان أشياء كده. والدم بوينو دم بجو ندي سوى حلا قتل ماوي الله قم قعبة إنه كفر يعني. كل كاويس كجرا الله شيء كده. إذا كلا خير نقول كيف فائدة السنة إنه وقتها قالوا بيتك هذا إنه كسر هذا ليش يري تان كود إيو إلى إيو وقتها إنك هذا اللي محاك السؤال وروح فضائلة حق الشرعيين مركل إيجو أحاديث إيو قرآن بع. أرتوح ويا أن على البيتكو و ضد مثلاً ماذا ميلوين كغيالة. وان قرت. قدر كوجن وقالي ويا إلهي من حرمي. نعم. وح عجيبة حديث كزيد من أرقم رضوان الله عليه كتبتنا طبعا أنه وعدان أهل السنة ناهي أحاديث قصاصا وناقة إيا فضلق إليهن آل البيتكم إيا ريب بني هاشم إيا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة إلهي وسي كتبتنا حوق بقصارتي مثلا حديث كزيد من أرقم نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما لنبو وحكصرنا وضي حشكي مال غدير خمل رادو بيئة وبيئة وفرديو أيو دجي صحابة رضوان الله عليه وخذ بديه كل النبي وخذ بديه صلى الله عليه وسلم أحر يا أيها الناس ضدوا فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب يعني بني آدم بانا وان لمن دونا وحلق يا وقتي يوني مادو الدنيا ذا كتب ودر دارمي وأنا تارك فيكم ثقلين بري والله بع العلص أيان إني قلت تقيا لبضع علوس يعني وحويان أرنكو علوس يعني إلهي بعلوس لي وأرنكو هلس وإنه إلى لسين حقوق
kulka koobaad wuxuu yiri kitaabka ilaahay kitaabka ilaahay buu ka waramay dadkii buu jecelaysiiyey weynida kitaabka ilaahay iyo hanoonka iyo barakada laga helayo hadii la qabsa kitaabka ilaahay ayuu ka hadlay kulkuu tii dhameeyey ayuunu sa salam yiri udakirukum allaha fi ahli beyti talaata maraat saddex jeer ku cariyo waryaada war ilaahay baan igu xasuusinayaa ahlul beytkayga xaqoogii xuquuqdooda ilaahay baa tusay nabiga sal alla slam reerkaa in la dhibaateyn doono reerkaa dhibta gaari doonta cali dhibta gaari doonta xasan dhibta gaari doonta xuseen dhibta gaari doonta ma fahm dadkaa nabi sal alla slam uu adkeynayay kolka wuxuu tilmaamay nabigu waxay yihiin ahlul beytku wasiyatu rasuulillah bal ilah saa darteed wuxuu oran jiray abubakar urquduu nabiy sal alla slam fii aali beytihi waryaada nabiga dadunisiin nabigu u dhintay nabiga dadun xaqiisana ilaalisiin albeytkiisa ilaaliya albeytkiisa xaqooga ilaaliya kokaabuu nabigu sal alla slam xataa wuxuu tilmaamay kullu nasabin muqatac buri maalinta qiyaamaha nasab kaste wuu go'i ilaa nasabi nasabkaygu go'i maayo ilaa qiyaamuhu jiriye bimacnaa nabigu qaraabadiisa uu xidhiidhin doono xataa yowm alqiyaama maca ana ilahi qur-aanku falaa ansaaba baynahum yowmaidin bulah walaa tasaaluun dadka nasabku kala googo'ayaa nasabuu hadhayaa qabiilkaagii waxaaad kala hadhaysiin ilaa nabiga sala allahu calayhi wasalam ciddii waxa weeyaan duriyadiisa ahayd ee ahlulislaam ahluliimaan ahayd nasabkaasi xaq gaaruu nabigu ku leeyay sala allahu alayh wasalam oo ma go'ayo oo nabigu usocday waxaad arkaysaa ilaahay subxana wa tacala inuu kitaabkiisa ku ammaanay liyudhiba cankum rijsa ahla albeyt wayutahirakum tathiiraa in ilaahay xumaantay rijsigii kufraga iyo waxa ilaahay naga daahiriyo uu si fiican rabbi inaga daahiriyo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala rabaa ayaa layidhi tathiirkaasi waa intii la sheegay weyaan kuwaas waa dumarkii nabiga iyo ciddii xilligaa nooleed waxaa kolka ilaahay siiyey karaamada ayuu si gaara u siiyey ilaahay subxana wa tacala gooniya loo eega fadligooga haduu timaada cali karaamada ilaahay uu siiyey sayid cali waxa weeyaan gurigii nabigu kusoo koray sal alla slam yaraan waxa cajiiba anas wuxuu yihi unzila alqur'aanu calaa rasuuli illahi yowma alitnayn wasallaa macahu caliyun yowma athulathaa buri maasha allah isniintii uu qur-aan kusoo degay salaasadiina uu la tukaday ba dalika waxa yihahda awalu sabiyin aslam baa layhahda ilma aan baaluqin kii u horreeyay lam yasdud lisanamin qad weligii iyolihii sanam uma dhowaan waxaa cali ridwaanullahi caleyh nabigu u tilmaamay u markhaati kacay ana allaha yuxibuhu lidalika laa yuxibu caliy ilaa mumin walaa yubayduhu ilaa munaafiq cidda cali jecel waa mumin mumin baa jeclaada cali walidalika kooda cali ma qasho dareen gaara ku galay si gaara ku galay inkastoo haddana ay qiimihii ay fadliga ay leeyihiin abubakar iyo cumar lakin haddana cali waxa waa laba shay mid waa lala wadaagaa waa saxaabi laakiin qaraabada nabiga cidda la wadaagto taasaa keenaysa dareenka moogta gaarka ah wailaa saxaabada jiladaas sida abubakar radwaanwaa sayidu naas bacda rasul sa slam faatima radwaanullahi aleyh sa slam wuxuu yihi hiya badcatu minii waa waslad aniga laga jeexay aniga weyaan faatima man ardaha faqad ardaani qofka faatima raali geliya anigu raali geliya waman aqdabaha ciddii ka cadhaysisa faqad aqdabani xataa nabi sa slam cadhadeed ma qaadi karin in faatima laga cadhaysiiyo aabinimadiisa qofka la eego ma jeclin oo waxaa dhici jirtay xataa waxaa la yidhahdaa dharar aabeed ba lakad wana xuubi wuu ekeed xataa xadiiskan xifdiga siriga markay ka hadlaysa caasha waxaa noo timid dabeet anagoo fadhina faatimo waxay ahayd maa kaana tukhti'u mishyatiha mishyatahu xataa socodka isku ekaaya waxyaalaha cajiibka yani kolkay faatima guriga kusoo boqotay abeed wuu kici jiray oo madaxuu ka dhukan jiray madax ka dhukashadu anagu waalidada ma dhukanaa laakiin kolku waalidku gabadhiisa madaxa ka dhukado maahin sahal kolka waxay ku tusaysaa yani faatima radwanullahi caleyha nabigu xoog buu jeclaa iyadna waa sida hadduu yimaado way ku jirto madaxay ka dhukan jirtay waxaa la yidhahda ibnu kathiir baa yidhahda gabdhaha nabi sal slam faatima ugu fadli badan uguna ajar badan fadli badan waan garanoo dee wanaageygii kheyrkayga si gaaru nabigu sheegay sal slam laakiin faatima gabdhaha nabiga ugu ajar badan wuu macneeyey
وحو لم يصب أحد من بناته فيه إلا فاطمة. يعني مصيبة دي لمشهد النبي محمد مشهد يسو وأكبر مصيبة أو مسلمين تقول عليه أنا سبأ ورنجري أي مصيبة دي تقول على الدنيا ده واحد حصصتها مصيبة دي النبي كاسو يعني لمشهد النبي كاسو سراق النبي وشيء صفات ظلام بعد أنا سليه مدينة يعني مدقيبا أو مدوبات المدينة مر مر مير كيسان احنا وضعي وأكيد نبي مولي مبع منافقين توجد نبي صور لمن مولي مبع النبي وري الله بل الله ويرو نبي صور نقر يا يو سي النبي موسى أفرت المعلمود الله بلان الله قلعي وصور نقر أم نبي ما صور نقر عثمان ماشو كل عي كمك عمبير كل كا فاطمة كورن أو قبلي ساسي نقطة ولذلك صبت علي المصائب كلها لو حد لو صبت على على النهار لصرنا ليالي بيتر وحا مصيبة دي با لغو شبي صبق وواقوكو شيق حوق دوش الله وشبه لغو شبه قفقا مصائب تيبا مدح لغو شبه ترو مصيبة دي قد على المانتا درارت هدي اي قد على الله درارت هبين بي نقول الله هدبت بالكورا ولذلك حتى أنس بي قتل يا أنس كيف الطابق يا نفسك أن تحت التراب على سعسل ونفتي نسيء قادينا النبي عيدة كل ركتاب وابن آدم قلت انتي كل كان مصيبة دي قاردي ميرين ولكن كل سيدي من ينا نبي ولدك توقفت وكيف فاطمه وان اختي وسو دواء واتي ويدوكي قصشنا بركي لو انا واتي قصش وكيف قفكه او هري قرابديده اي دبا ايمان دونا اما اهل سيده النساء اهل الجنه هدي حسن يا حسين ليلادنا سيجارو النبي صلى الله عليه وسلم خير كوغنا وشاي وحا كفنا شرف ايغو يعني سو صلاه كو جرا ايو لي صحابي سجود النبي كوريغان مالن سجود كوريغان نحن بيقولوا مدحان كور قاداي بيقولوا وابا حسن هو النبي دبر كفولاي الله كوكو صلاتي كبحي الكريت وانا عجل ولدي هذا ويلكي نعا ان ندجيو نعم وحا عجيب هيدا انه النبي صلى الله عليه وسلم حسن سيجارة وري ان ولدي هذا سيد ويلكي نو خوان وانين ونقون دونا يعني تلكي مسلمين تيو اي كود ديدان هو غاميه ايو نقون دونا لبا قلو مسلمين تو ترابدان او اسلاين دونتا ايو الهي هشي سببتي سكوريد دونا قولكا سيدني مديسا وحا كميدا صلحيقا ولذلك العلم وحي لادان قف كستو وناق ضدكا خلاف سانية ضدكا اسلاين ايو ان اسقويني ديقي انو لحظو داتو صلحيا لحظو داتو البدادية وناق حسن لوشا يقو كلا وليه قولكا وحا النبي صلى الله عليه وسلم يلي الحسن والحسين سيدا الشباب اهل الجنه ما شاء الله جنادى لنيرتا قليسا يعني يرمى كل ما وحويان سادود دي مداحد ويان هذا فضلهم بشكل خاص كوكا لغا هلي ما شاء الله اما ازواج كنوا قرابته والنبي صلى الله عليه وسلم وكوسوا قرابه زوجات كيسنا والنبي صلى الله عليه وسلم البيت كيس البيت كيس كمدين بان ومع ذلك وحويان الى هي كرامته شيء عجيبه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي محمد زوجات كيسو إلهي وحيولي مؤمنين تهوي النقدان. أيدا كذب. وذلك قف كذب قالوا إمسوه يا الله هذا. فحلا يوم هوي دي أشياء ومشاكل. ما هي والمسلم كست إلهي وشرفي. سجال دمر النبي صلى الله عليه وسلم قبي وكردنتي. سجال كوا هوي ذا. ولذلك قف كوحة شرف كفر المسلم إني ولد عائشة أمي، صحيح. خديجة أمي، أم سلمة، أم سلمة أمي، كوكا الصقال كي الدمرة، النبي صلى الله عليه وسلم، وكلن تي، طبعاً أنتم نورا لبعض دمتي، واحد تي خديجة رضوان الله عليها، واحد من جدة المدينة الواصي، نمر كيس واحد تي، كوكا لبعض الله قريبة، كوكا لبعض الله قريبة خديجة يوم ميمون بنت الحارث، تضبطها كله، بقي قبوري مدينة كواسين خديجة مكة كواسنتا ميمونة بنت الحارس نمال صرف ليلة أو مكة مدينة رحيس هي كواسنتا كل كا النبي صلى الله عليه وسلم دمر كاسي ودمر كيسي في الجنة زوجاته في الدنيا وزوجاته في الجنة يعني شرف تاسي وعجيب إن النقضان دمر كي النبي صلى الله عليه وسلم جنة الدحديدة وحكى رجنتاي وحكى رجنتاي هل كودي دونا جندي دقي عندي الهذا إيمانك يقاس يا النبي وتبعاتهم ذريتهم الحقنا الحقنا بي عملك النبي يقاس يا هذا نبي ببركة الإيمان والعقد النكاح قرني مدي إيمانك درت أيو إلهي سبحانه وتعالى النبي ولد جندونا عندهم ركيز وحل إلى هذا
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كو دنتي دمركي هوي نقدان لما نقرسن لما نقرسن وانا حران لقرسن وحال الى لغز بالا كان فقيه وحال ما هي المعصيه التي لم يفعلها احد في هذه الامه لله شيء حرانه هذانا الى هي وحارنتمي هذانا عيد سميس ما جرتو ما جرت اي حران دات كانت قف سميه جرى هذه مثلا الى كفر ومد النبي رجال ويجرى قعن سرقه ولا زندي ولا زنيس waxa weeyaan waxa la xaraantimay dumarka nabiga in la guursado qafnaqum dhayn waxa al ma'siya al wahida al ashiya al muharrama al wahid fi hadhihi al umma alladhi lam yaf'al ahad bay wa shayga kaliya ay xaraanta ummad nabiga muhammad laga xaraantimay ay cidna hadana hay cidna ila sameen walidalika waxyalaha adilada laga dhigto inuu qofku haduu haweeneedu midtan dumar dhornina guursato ka ugu dambeey guursanisho kii ugu dambeey aqdiga waxyaalaha waxa kamid ahayd dumarka nabi saxa sallam waxa loo mamnuucay sayn ku kale sayn ninka qof kale ilaa ninka la guursan laha karaamada waa laga qaadin laha nabiga dabadii hadii la guursan laha khalas nabiga jannada dumarkiisa ma noqonayaan walidalka aasha oo dhalinyar ahayd markuu nabigu dhintay sidii ku jirtay 19 jir 18 19 19 ilaa ay ka dhimanaysay sanadkii 8 iyo 10 ee jiray ay ka dhimanaysay qadoon allah yahay لما دوان عد ودوات رضي الله عنه وجل نبيك كذب خلاص هذا يقول سل هين خلاص كرامة ميلين إلهي ولا الله ولذلك إلهي لستن كأحد من النساء أحد من هذا الدمر كعادم دم بيجون وهلس وناجين وصرية خير كات قبل سنين صدق كلمان قف كي خلط كني قد عنا وهلس وكان مقام كوصوته وحوية وانت اي نبي صلى الله عليه وسلم يقرب دقين انت اي نبي يقرب دقين جزاك الله خير شيخ انك استؤد دور دبا وقتك النسق او نقاضيو حق خصائصك ان هدان كقادنو حل يا لبي صدح اهل البيت كاسي ام اهل البيت كان سو شيخ النبي عليه الصلاه والسلام كسو هذا لفضلغودا وح او غاره او ايغو مركاس اي ليهين مشرا اواجر اهل البيت كحكم غار ليهين في الشريعه الاسلاميه احكام غار ليهين وحا كميدا صدقة وكحرام فقراء هاي وعطتك إمك ريركا نصب كشيغاني وأرن إني فهمان أي تهي وحويا يعني زكنا وكحرام زكدو وكحرام ما قادنا يعني والنبي صلى الله عليه وسلم وحويا يعني أدان أهل البيت كان هاي وحان لقى حاران تيمي ورسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة ولذلك وكان لما عيني أهل البيت كوايو وحي الذين تحرم عنهم الصدقة تحرم عليهم الصدقة وكو الصدقة لقى حاران تيمي ان خمس وحي خمس الغنيمه او بيت المال كا خمس كابي كليين طبعا لكن مساله بيامي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه مثلا وحي لا ده خمس كي قادنين ما بجرى بيمك وانا سا ما قرني وحتى يمكن لو عمل فلو حتى وحان فليا خمس كي آل البيت كا اي قادنين بيت المال المسلمين كا لا سيني سي منتظم وجوكتا زمن كي خلفاء الراشدين أفرتي خليفة وحي أدنى ديب أنه ولاتي زي ما كي عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد رضي الله عنه أن عهد يجي معاوينا ولا سينشري كل مرنو يقوى إيسا مرنو إيمانيس إيما كانوا يبقى بعضي إيما كانوا يبقى أرنتا سوى أرن أقارا وكا وإن يكتنا الزوهان إنك أصطوب فقادة بالكود الليين هدو فقير يهي خمس كي وقادني نجرين زي كذا وقادن كرا وحصوص قليا وحصوص قليا فقراء المسلمين تنبولا من نغنيا kolkaa taas waa mas'alad fiqiyo de culimada insha Allah iyo fuqahaada fatwada laga qaadan doona aan khusuusiyadka aan waxa kamida waxaan u baahanahay isku baraarujin xuquuqdooda xuquuqdooda in la jeclaado oo ilaah dirti loo jeclaado kadibna loo jeclaado qaraabada nabiga ay u leeyeen sallallahu alayhi wasallam aan xuquuqa aad loo dhowro oo la ilaaliyo waxa weeyaan dadkii ilaahay garanay النبي وينيني صلى الله عليه وسلم رهركا سجارة وجعلين سجارة أي وجعلين حتى مسيو قفك استقام في عن دينته كلها هين وحيكو كرامين شرين نصف كدرتيد قرابة النبي صلى الله عليه وسلم درتيد إيو حسن إيو حسين إيو حوي يعني جعفر إيو عقيل وكسو تشيد إيو رهركا وكسو تشيد درتيد أي جعلك وقبان أي وحوي يعني كرامين شرين ولذلك وحى عجيبة إن أي جعلاين صحابة رضوان الله عليه وحى البخاري وري أو بكر رضوان الله عليه
علي وحو كيري والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي إلهي بن كل أرتاه وحول علي يو إن أن حريريو قرابة النبي أي يقلف في عن إن أن حريري قرابة دا. قرابة هذا حتى هو عجيب هيدا أبو بكر رضوان الله عليه ما أنتي وأبيه أبو قحافة وده هو يل وتيمو عبد هذا عرّم وهذا النقضي ولكن النبي هو كان كل كابو الوحن جعلان له ما أنت حضو ما أنت يعني أبو طالب نبي قادركي ولكن قال لما كنت ودي مشاهد هذا النبي وقر قاري هذا لما ما أسلم ما إسلامي كل كابو إسلامي ونبي هو كم رجودي صلى الله عليه وسلم آدم كم رجودي شهادتي هو كسيد مني وسكديدي وإحنا الدين تي أبا ياش ما كنا معايا دينتي عبد المطلب عبد المطلب أنا الشرك بو كنت كل كا وحور ما أنت وحنا كجعل الله إنه النبي أديرك ونقول لها أباهي نك صو إسلامي وأباهي لكن النبي أديرك بنجعله لأنه تاسع صفر حد قرين لهيد النبي صلى الله عليه وسلم تاسع صفر حد قرين لهيد النبي عليه الصلاة والسلام كل كا وحى عجيب هيد إنه يعني عمر الخطاب مالين أيه الله شو عمر الخطاب ودي وحوس كلها مال وذلك المسلمين تؤيي مادان كوكو خليفة المسلمين تها أي وصل قلان هذه دبات اللوجي استي هذه حق لقى قاطي ومدى دي مسؤولية دي بها كل كا سام باكر دي مبيد بوقلي كل كا حسن بيمد حسن ابن علي بن أبي طالب أيه يمد سانكي وعمر بدوني وحو أركي عمر الخطاب إن كيسو سانكي كجرة عبد الله بن عمر وسانكي وهلك الضنب كجرة كوكا عمر عبد ويل كيسي وهلك الضنب دوجي أدر ماني يجو جنبوري عشان لين كدار مسوي كراه مركا لا ديما دون تاو سرو إنك من باص وقالوا حتى أشوا كيري حسن ابن علي بن أبي طالب أيه جوجو وصل صعدي مسكيت كيس صلاة دي كل كوتة كي تجي أيه حسن ابن علي وياري وكيري حسن ما أنتوا تمدوا هذول تعطي محارع كابول والله يا أمير المؤمنين أرين بنو سعدو تيسان كنا ودارا ina kaagina saanka soo ku jiray ya arko waxa hadu inankii siiba saanka soo dhaafay way ko ka ma oo ka ku yimay adu inankay oo kalmad tiib ku yimay adu ina muhammad ba taayib sallallahu alayhi wasallam ina fatima taayib ku yimay xilligaad ii timaado toos igu kale ku yimay ko ka si gaar ah ay u la taayay ridwanullahi alayhi waxa ajeeba kolka roobka la waayo abaaray dhacdo ama roob ku reego dadku روب صلاتي روبك إلهي اللي قوي دي سنة استسقاقي ببنام بلو بحيو إلهي بلا بري وصلاة اللي تكني ولا دعاي سنة دعاء عمر وحي قولي بجري نبي أديركي عباس بن عبد المطلب كابرون جري اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتسقنا إلهي كل كون نبي قلنا لجوغي دي النبي قلنا دعاء جري دعاء دي سان كنت وسوليني وان إلهي وحكوه دي سنة استقى إلهي النبري تروب كانت سين جلتي ما أنت إلهي وحده الله ولا الدعاء أن كوسوا مرينا نبيك أديرك عم رسول الله تذكروني سروي ديان عمر يا عباس بن عبد المطلب هل كإلهي عمر با خير بدن بقول عباس بن عبد المطلب وكخير بدن يعني عمر لكن عمر دعاء وحب النبي صلى الله عليه وسلم تعايل النبي وقبي يوينين أيون نبيك أديرك رجيني إلهي سبحانه وتعالى إنه كأقبله محبة وين أنت يشرف أنت ونبيك أديرك شرفي وإلهي دعاء بركاته دعاء أقبله وكان كنت وسولين ونبي صلى الله عليه وسلم قرابة ديس نعم أن ساس أوجع لاين ما حكوا سوق جوانا شيخ موقف الناس دتكوا سهيم مركع لأنه وعن كسو هذا الأهل البيت كي إن الجيران ما أنت يا هبا ما ركت أي ملك لك جديس إن هالجيران حقوق دودي إن لك على ضو إن محيه دي لو جرجارو إن محيه هيدي لو توصل كرو سحبت إني وين إني جيران بتكسو هذا الشيء مسهرات بيني كده حدود جرت الحدود أو سيدي حسن بايوسف بندق جيران علي بقى يري ما إنه مست استعجوا لي ورددي هوا محيه هيدي إن كي حسن oo guurkiiba uu badiyay ma aragtay islaamiyad weyn oo kaloo cali jeediya leey markaas dadkii kaceen qabaail baa ku ciiri anaga ka raali u bandhigayna caliyo wiilkaaga xasan waxba ku hanaan ku canaanin yaan ka arkay markaas iyaga ka hadlay gabagabihii alubaydkaasi aan ka soo hadalay sheekh shafiicyo markan taariikhda eegno dadku ay ku kala jabeen mid ma aragtay ku xad dhaafo ku khaldamay oo ma aragtay weynayaan u jeedaayo xadki dhaafiye iyo kuwa ma aragtay kuwa kala sii iyo kuwa bal saddexda dariiq iyo meesha saxda ah oo kala sheeg horta reerkaasi ilaahay barakeeyay ilaahay sharfiyay ilaahay xurmiyay dadku kolka la joogo xuquuqdooda iyo karaamintooda iyo si loo dhaqmay dadku saddex qaybood baa noqdeen haye laba qaybood laba cirif ay kala tageen
cirifkuna markaas waa baatil sax qolna waa meel dhaxaado waa ahlul xaq dadkii xaqa sidii ilaahay yiri ula dhaqmo ula dhaqmay qolo waxa weeyaan waa daraf cirifo jacaylkoogii bay xadka kala baxeen oo xasan ibn cali bay yidhiba wuxuu yidhi ina ahlul beytin futina fiina taa'ifatan annagu ahlul beyt haddaan nahay laba qolo nagu fidnowday qolo xoog intay noo jeclaatay ayaa waxyaalo waxa weeyaan oon sax ahayn bay nagu sheegeen qolna sidii noo nacayeen bay dhiiggeyga xalaashadeen qoladaasi ay ku xadgudubtay jacaylkooga xataa waxay gaadheen inay yidhaahdaan kownkan ba iyaga kala wadaba iyaga wax arsaaqa iyaga roobka xataa waxay gaadheen inay yidhaahdaan qiyaamaha cali baa ilaahay la xisaabi doona dadka jannadee naarta cali baa gacanta ku haya waxay ku leeyihiin meel kasoo joogto cali ku maqlaya meeshaasuu ku aasan yahay laakiin meel kasoo joogto haddaad tiraahda yaa cali uu ku maqlayaa cali oo kuu gurman cali ayay aaminsan yihiin waa cajiib adoo jabu joogay imanka nin baa maalina iga lahaa oon ka lahaa siduu maqlayo wuu ku maqlayaa ilaahay baa kaa baan ka yidhi maqal anoo halkan jooga hadduu cali belbelo jooga imanka hadduu noolaan lahaa uu belbelo jooga caliyow hadaan ka yidha ma maqli mee kuma maqli yu yidhi waxaan ka yidhi isagoo nool oo jooga adduunka oo kaartiyga yara fog jooga ayuu maqlin isagoo waxa weeyaan dhul ciraaq oo waxa weyaan caalamul aakhira tagay waxyaalaha ay ka aaminsayin waxay aaminsayin nuur laga abuuray oo si dadka caadiga loo abuurinba waxaasoo dhani waxaa keenay jacaylka xaddhaafka walidaalika waxaa la yidhaahdaa yaa ahla alkitaabi laa taqluu fii diinikum buu ilahay kofi ilahi kitaabka la hadlay war diintiina quluga iyo xaddhaafka ka ilaaliya xaddhaafku wuxuu keenaa baatil buu dhalaa shaygu waa meel dhexaad ilahi wuxuu yihi wakadalika jacalnaakum ummatan wasata ummad meel dhexaadaan nahay oo waxa weeyaan cirifkaana ma tagno curkana qolada kale waa nawaasib qolada waa shiicada qolada kale la dagaalanteen cabeed mujrimiintii u ahaa nawaasib baa la odhan jiray waa raggii waxa weeyaan dhibaateeyey ee caayi jiray ee kadeeday ee dhul fogfog inay xataa isku qariyaan dhul badan oo fog dhulkii ardulxijaas ka fog oo ardulcarab ka fog tagaa sida naftu badbaadiyaan waxaa tafiirta dhulkaa geeyey waa fakad bee orod naftu la baxsanaway dhibaateeyeen nawaasib baa la odhan jiray dad waxay ahayd aada uxun dadkaasi iminka way adag tahay nin cali caayaya oo waxa weeyaan xuseen caayayo oo dad xun inay ahaayeen sheegsheegay waxaa ma arkis iminka qeybtii kala hadhay iminka cirifkii kale jacaylkuu ku xadgudbay ha kolka qolada dhexe waxa weeyaan waxay leeyihiin waa saxaabo waa aalalbeed weeyaan waan jecelnahay waan qadaraynaa waan karaameynaynaa bani aadamnimadoodana dhaafin mayno wixii ilaahay ku sheegay iyo siduu ilaahayna u jeclaada ayaan u jeclaanaynaa xuquuqdooda maxabadooda waxa weeyaan in la hadal qaado in lagu daydo in taariikhdooda la muujiyo iyaga iyo duriyadooda walidaalika xuseen ilaahay wuxuu siiyey awlaad fiican buu siiyey xasan ilaahay wuxuu siiyey awlaad fiican buu siiyey waanaga ka sheekeynana damaanta qaraabada nebiga sal allau alay slam faatima iyo cali iyo laakiin jacaylka ahlulxaq iyo jacaylka shiicada aalalbeydka labadoo jecelyihin maxaa u dhexeeya su-aashu waa taa annagu waxaan u jecelnahay sidii ilaahay uu jeclaada laakiin iyaga waxay leeyihiin aalalbeyd jacaylkooga haddaad doonaysiin si dhaba inaad u jeclaataan inaad jeceshin aalbeyd maxaan lagu garan waa inaad asxaabta nacdiin waxay ku leeyihin laa xuba ilaa bibaraa laa walaa'a ilaa bibaraa cali iyo faatime iyo xasan iyo xuseen baan jeclaan abubakar iyo cumarna radiallaahu canhuman odhan labadaas isma qabsanayaan labadaas ma qabanayaan anagu waxaan leenaa isqabanayaan oo iyagaas jeclaaba ataa cali baa malqay in laga fadilayo sheekhiinka oo waktigiisii arrinta radiye baa la dhahda oo wuxuu oran jiraba ajliduhu jalda almuftari boqol sideetan jeedal baan ka jaray sa ninka naag iyo nin ka ban abuurto xumaan iyo zina ku sheega ayaan ka jaray waxaa tilmaamaya inay aalalbeydka saxaabadu jeclaayeen gabdhahoogay guursanayeen waxaa tilmaamaya aalalbeedku gabdhaha saxaabada ayay guursanayeen eega iminka cali wuxuu guursaday haweeneyduu ka dhintay abubakar ka dhintay asmaa bint cumays abubakar gabadh haweeneydu ka dhintay asmaa bint cumays uu guursaday waa u dhashay yaxya u dhashay wuxuu guursaday xasan ibn cali umu isxaaq ayuu guursaday oo waxaa dhalay dalxa ibn cubeyd ilaa dhalay dalxa iyo cali hadda mushkilad baa dhexmartay dalxa iyo cali mushkilad dhex martay ayuu ina cali oo xasana gabadhii dalxa umu isxaaq gabadheedii guursaday hadday dad xun ahayeen may guursadeen gabdhooga waxaa cajiiba inuu guursaday xasan xafsa
inaayo cabdiraxmaan abubakar waa gabadh ay caaisha habreer u tahay mise ida la odhan edo cabdiraxmaan abubakar baa dhalay caaisha calan kisqabteen gabadh ay caaisha edo u tahay ayuu xasan guursaday waxa guursaday cabdullaahi ibn zubayr cabdullaahi ibn zubayr wuxuu guursaday nafiisa bintul xasan cabdullaahi ibn zubayr zubayriinta la odhan jiray iyagii calaminta mushkilad baa dhex martay haddana cabdullaahi ibn zubayr wuxuu guursaday xasan ibn cali gabadhiisi waa gabadhii nafiisa nafiisa ina xasan buu guursaday kolkaa jacfar asaadiq ridwaanullaahi caleyh wuxuu ku faani jiray odhan jiray waladanii abubakar maratayn ani abubakar waa jacfar asaadiq waa ciyaalkii xuseen dafiirtii xuseen dhinaca aabihiina abubakar buu ka galayaa dhinaca hooyadiina abubakar buu galayaa kolkaa buu yihi waladanii abubakar maratayn aniga abubakar wuxuu dhalay waxa cajiiba aalalbeytkood gabdhihii saxaabada iyo ciyaalkii saxaabada iyagoo gabdhoogi waxa ugu yaabadan kokuu cumar maqlay nebigoo leh kullu nasabin yanqatic ilaa nasabii nasab kasta uu go-aya waxaan nasabkayga ahayn nasabkaygu ma go-ayo cumar intuu isqaaday ayuu cali u tagay gabadhii cali buu guursaday umukultum buu guursaday hadda kutubtusha cali ku taala mushkilada mashiiciyaan maalin sheekaysano kee war cumar sababtii hadduu cumar nin xun yahay cali muxuu gabadhiisa ugu dhisay umukultum muxuu ku dhisay wuu naxay aad buu naxay kolka jawaab xun bay kaga jawaaban xataa jawaab aada u falxun in gabadha la xoogo wuxuu xoog lagu guursado waa gabadh waxa weeyaan loo joogay ansaartii muhaajiriinta guurkeega ay u joogeen doonlaa aabaheed baana u dhisay umu kulthuum waxaa guursaday oo umu kulthuum cali oo gabadhii faatima ridwaanullaahi caleyha zayd iyo ruqiyo ka dhalay wiil iyo gabadh ayaan ujeeda ayuu ka dhalay zayd muu ka dhalay iyo ruqiyo xataa way dhinteen isagaa ku tukan doona cumar isagaa ku tukaday ina cali isagaa janaasadii isagaa ku tukaday kolkaa wuxuu u guursaday in nebiga qari lama nebiguna gabdhoogu guursaday abubakar gabadhiisa guursado caaisha cumar gabadhiisa guursado waa xafsa sidaasay saxaabadii aalbeedku isu jeclaayeen ayna isku dhex galeen oy awlaaduduna xataa isku dhex gashay gacalnimadu waa sharaf guurkuna kolkan gabadheeda nin siinayo nin xun baan siin ma siinayo nin fiican baan gabadheeda siin kolkaay u dhiseen way jeclaayeen kolka iyaguna ka guursadeen way jeclaayeen kolkaa dadka soo ka dhexgalaya asxaabtii aalbeed kala dhexgalaya raba inay dhibaato ka dhex ridaan iyagaa daali jazaakallah khayr intaasi ayaan daawadayaal kusoo gebagabayneynaa barnaamijkeena intubta toosana kusoo qaadanay mawduuca ku saabsan aalubeydka waxaa mahamudan sheekh shaafici oo nala joogay xalqadan oo markaasi nagaha qabtiray su-aalo halkan ugu bandhignay sidoo kale farsamo yaqaaniinta codadka iyo sawiradana soo gaarsiinaya intaan kulmi doono xalqadan mid lamida sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh